أعزائي المستمعين، تحية لكم مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة بين المنتخب الصومالي الشقيق والمنتخب السعودي. وكما تعلمون انتهى شوطها الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، ونتمنى ونتعشم أن نشاهد مستوى أفضل في الشوط الثاني من هذه المباراة. لاعبي الفريق السعودي حكم المباراة خلفان علي خلفان من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعده طالب بلان من قطر، وعبد الكريم عياش من الأردن. لاعبي المنتخب الصومالي في أرض الملعب، لاعب رقم 13 يظهر، راح يحصل تغيير 13 اللي هو محمد حاج آدم، أشوفه نازل أرض الملعب راح يلعب بدل مين؟ استبدل طلع نور محمد أمين رقم 10 اللي أصيب في الشوط الأول، ولعب بداله محمد حاج أمين رقم 13. قبل بداية المباراة معي الأستاذ أكرم صالح اللي كان مفروض أنه يعلق على المباراة أساساً، ولكن ما أدري إيش اللي أخر الأستاذ أكرم صالح أو إيش السبب أنه ما كان موجود. الجهل المطبق أنه أنا كان علي أني أعمل هاي المباراة هو اللي أخرني عن المجيء، ما حد بلغني إطلاقاً في عملان هاي المباراة إلا إذا كنت أنا بضرب بالمندل يعني، وفي المنام محلايا وعدي. شكرا استاذ اكرم. بدات المباراه قبل لحظات، والكره مع الفريق الصومالي مع اللاعب اسماعيل، يلعبها ناحيه ابراهيم شاش قائد الفريق الصومالي. طويله قدام يجري على حسين البيشي، حصل حسين ورجعها ورا لمحمد المطلق. محمد المطلق بده ناحية حسين البيشي، حسين البيشي لسمير عبد الشكور، كرات عرضية بين متوسطي الدفاع. حسين معاه الكرة، برضو ماشي حسين وداخل منتصف ملعب الفريق الصومالي، بيلعبها لبايز لعبد الجواد، عبد الجواد يلعبها ناحية عثمان ينقلها حلوة ناحية باخشوين، لكن تنقطع من طاهر أمين، ترجع له مرة ثانية خذوهات، ومختار يلعب كرة لتسعة اللي هو يوسف محمد، لكن طلع الكرة برا الملعب لمحمد حاج لنور يرجعها لمحمد محي الدين اللي ينقلها ناحية سعيد حسين في اليمين. سعيد حسين مع الكرة يلعبها طويلة، يجري على عبد الجواد ورجعها لمحمد المطلق، لعبد الجواد مره ثانيه، محمد عبد الجواد يلعب كره ناحيه فهد المصيبح معاه الكره وماشي وبيلعبها لعثمان مرزوق لاحمد بايزيد، حسين البيشي، سمير عبد الشكور معاه الكره، ماشي سمير المصيبح مع الكرة وداخل مصيبح، يا سلام لماجد عبد الله، ماجد عبد الله بيحاور برضه الكرة معاه بدربكة قدام الفريق الصومالي، تنقطع من ماجد تروح لسمير، رجعها لعبد الجواد، عبد الجواد ينقل الكرة ناحية عمر باخشوين وداخل ومر برضه الكرة معاه، حاول يصلح نفسه لكن تنقطع، ترجع له مرة ثانية ويموه بجسمه يلعبها ناحية سامي جاسم ينقلها ناحية مصيبيح
ومصابي حاول يعملها ضربة مقاسية لكن الكرة تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي. ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي تتلعب بسرعة ناحية سعيد حسين. سعيد حسين في النص يلعبها لنور نور حاج. نور حاج مع الكرة يرجعها ورا ناحية إبراهيم شاش. إبراهيم شاش مرة ثانية ترجع له لإبراهيم شاش. إبراهيم شاش يلعبها ناحية محي الدين. محي الدين عنبر لطاهر حسين. محي الدين ينقلها ناحية سعيد حسين. سعيد حسين إبراهيم شاش نور طاهر حسين. لا تطلع الكرة برا الملعب رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي المنتخب الصومالي. أيضا أعود أذكركم بأنه إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج الثاني تنقل المباراة مباشرة على الهواء بجانب التلفزيون. كرة وراء لحارس المرمى حسن همام لسعيد حسين. سعيد حسين لعبد الله عمر. عبد الله عمر لنور حاج. انقطعها ماجد وماشي ماجد داخل ماجد داخل بحاول يمر من بعيد يهدف لكن تصطدم الكرة في المدافع الصومالي والجماهير بتصيح تقول الكرة ضربت في يد اللاعب الصومالي. لكن احنا بنقول اللي يسويه الحكم هو الصحيح. حسين البيشي عبد الجواد. عبد الجواد مع الكرة يلعبها لفاضل مصيبيح. فاضل مصيبيح مع الكرة ويلعب لبخشوين. في خطأ لصالح المنتخب السعودي. خطر صالح المنتخب السعودي عمر باخشوين صلح كرة وكان يحاول انه يمر لكن المدافع الصومالي اعاقه واحتسب الحكم خطأ لصالح المنتخب الوطني السعودي. في حائط بشري من الفريق الصومالي وانا شايف المعجل والسبيح ضار المعجل يلعبها المعجل ولكن تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي. بتلعب ناحية سعيد حسين. سعيد حسين يلعبها ناحية عبد الله عمر يحصلها المصابيح يلعبها لماجد. ماجد لخالد. خالد لماجد. ماجد يعكس كرة وتروح ناحية بايزيد على راسه بايزيد وفي خطأ على بايزيد. خطأ لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. لعب طاهر حسين. طاهر حسين ناحية مختار أحمد. حصلها سامي جاسم. سامي رجعها ورا لحسين البيشي. سمير عبد الشكور. سمير كرة مع سمير وتنقطع تروح لعبد الجواد. عبد الجواد يدخل داخل عبد الجواد يصلح كرة لكن طاهر حسين يحصلها ويمشي طاهر حسين مع مختار يلعبها المختار لكن سامي جاسم يشيلها منه ويطلعها برا الملعب رمية جانبية لصالح المنتخب الصومالي. باخشوين يلعب كرة ناحية خالد المعجل لكن في خطأ. لصالح المنتخب السعودي. سامي جاسم يلعب كرة لعثمان. عثمان ينقلها ناحية مصابيح بالراس ناحية خالد المعجل على صدره يشيلها من فوق راس المدافع يصلح نفسه ويلعبها لكن تروح للمدافع الصومالي اللي يسيبها الحارس مرماه حسن همام. طاهر حسين. لمختار لطاهر مخدوهات بايزيد براسه تروح الباخشوين
بخش وين يلعب كرة حلوة لكن يبعدها إسماعيل تروح لسامي جاسم، سامي جاسم صلح ناحية عثمان لكن تنقطع وتروح ليوسف محمد اللي ينقلها لعبد الله عمر. النص تروح لطاهر، طاهر حسين، سامي حصلها لكن تطلع برا. مسبيح داخل، مسبيح داخل يلعب الماجد، داخل ماجد حاول مر ويشيلها من المدافع الصومالي، تروح لطاهر، طاهر مع الكرة بيحاول مر تروح ناحية مختار لكن في خطأ. في هذا الوقت وصل المنتخب جمهورية اليمن الديمقراطية الشقيقة وستقام مباراته الأولى مع منتخب السودان الشقيق مساء يوم غد الساعة 7، وستؤجل مباراة الشباب والرياض إلى مساء يوم الأحد الساعة 7 مساء. نقل الكرة، محمد عبد الجواد بالرأس طلعها برا الملعب. الآن اكتمل عقد العرب، اجتمع العرب في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية تسعد بلقاء الأخوة والأشقاء العرب من السودان والصومال واليمن، وحيث يلتقون على البساط الأخضر. وهجم المنتخب الصومالي يشيلها سامي حسين، سمير عبد الشكور بالرأس يبعدها، عمر باخش وين، طاهر طلعها برا الملعب، عمر باخش وين العثمان، عمر، سامي جاسم، سمير عبد الشكور، سمير عبد الشكور مع الكرة ينقلها ناحية محمد عبد الجواد وفي خطأ. يوم غد السبت سوف يلتقي منتخب السودان مع منتخب جمهورية اليمن الديمقراطية الشقيقة. كرة عند حسين، راسه يلعبها ناحية سمير عبد الشكور، سمير عبد الشكور مع الكرة دور على خلف فاضي يلعبها طويلة قدام، ما في أحد يمسكها، حسن همام إبراهيم شاش نقلها ناحية سعيد حسين، عبد الله عمر، سعيد حسين بالعرض لمحي الدين عنبر، إسماعيل مع الكرة يلعبها ناحية طاهر حسين لمختار أحمد، وصلها منه عمر باخش وين، يروح لفهد المسابيح، فهد المسابيح يمشي يلعبها لخالد المعجل، خالد المعجل حاول يمر عمر بايزيد، يلا بايزيد يعكس كرة بايزيد في الأرض يبعدوها تروح لسامي جاسم بعيد تصطدم في المدافع وتروح مسابيح، عثمان لعبها عالية بايزيد بالرأس وتنشال وتروح لسعيد حسين، إبراهيم شاش حصلها ترجع مرة ثانية لسعيد حسين لإبراهيم شاش، إبراهيم شاش مع الكرة بينقلها لعز لمحي الدين عنبر، شيلها المصابيح وماشي المصابيح، فريق السعودي بدأ يركز في هجومه بيهاجم لبايزيد، محمد عبد الجواد، محمد عبد الجواد من بعيد يصوب ناحية المرمى ويمسكها حسن همام. في الواقع مباراة سريعة ومثيرة خاصة في الشوط الثاني، أنا شايف المنتخب السعودي بدأ يركز هجماته، شايفين إعادة للقذيفة اللي أطلقها محمد عبد الجواد، واللعب كله في منتصف الملعب في ملعب الفريق الصومالي، طاهر حسين مختار لطاهر شيلها عثمان، ماجد مصابيح، صبيح صبيح مع الكرة بيحاور بيمشي الماجد عبد الله المصابيح مرة ثانية، الماجد عبد الله داخل، ماجد عبد الله من بعيد يصوب لكن تصطدم في المدافعين، في تكتل دفاعي من الفريق الصومالي، شايفين
أو سمير عبد الشكور بيلاقي الكرة دائما لوحده لأن الفريق الصومالي كلهم راجعين وراه. بايزيد تنقطع وتروح ليوسف محمد لعبد الله عمر. عبد الله عمر يمر برضه كرة معاه وماشي وداخل منتصف الملعب السعودي بيلعب كرة تصطدم وتروح ناحية حسين البيشي بالراس يجري عليها عبد الجواد يبعدها طويلة قدام ناحية خالد المعجل. خالد المعجل يستقبلها لكن يشيلها منه طاهر حسين ويدخل طاهر حسين وبيلعبها ناحية مختار داخل مختار ويمشي وداخل بيحاول يمر من سامي جاسم بيحاول يمر ويعكس كرة عرضية ويبعدها سمير روح مرة ثانية المختار مختار يلعب عرضية ويبعدها سامير أيضا بالرأس وفي خطأ في خطأ لصالح المنتخب السعودي. في خطأ يتلعب لمحمد المطلق محمد المطلق سمير عبد الشكور سمير عبد الشكور واضح على الشاشة منصور بشير رقم 14 هجمة صالح المنتخب السعودي دخل ماجد ويبعدها منه إبراهيم شاش سعيد حسين لعبد الله عمر عبد الله عمر معاه الكرة بيلعبها حصل عثمان مرزوق عثمان مرزوق بيحاول يمر بيحاول يمر فعلا يمر عثمان لكن يبعدوها المنتخب دفاع المنتخب الصومالي منصور بشير يسخن يظهر راح يلعب مكان عمر باخش وين طلع عمر باخش وين نزل مكانه منصور بشير وفي رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي تتلعب مسابيح تتلعب تطلع خطأ لصالح المنتخب السعودي باخش وين خطأ محمد عبد الجواد راح ينفذ الخطأ ويلعب كرة بعدوها الدفاع تروح لبايزيد ومن بعيد يصوب بايزيد بعدوها الدفاع سامي جاسم يحصلها يلعبها براسه ناحية منصور بشير منصور بشير حصل على صدره لكن يشيلها منه مختار تروح المنصور بشير مرة ثانية بحاول يمر منصور كرة معاه ومر تطول عليه لكن يوقع ويبعدها منه المدافع الصومالي بسرعة يلعبها ناحية مختار مختار مع الكرة بيحاول يمر يلعبها ل 13 محمد حاج لمختار سامي حصلها بايزيد بايزيد لعثمان عثمان للمسابيح عرضية صبيح صبيح مع الكرة بيحاول يمر يلعبها ناحية بايزيد المسابيح مرة ثانية خدوهاته وماشي المسابيح ماشي المسابيح حاول يمر لكن تروح المختار وداخل مختار مع سامي بحاول يمر من سامي بموه بجسمه بيلعبها لكن حسين البيشي يبعدها ويوقع على الأرض ورمية جانبية رمية جانبية لصالح المنتخب الصومالي الشقيق طاهر حسين يلعبها ناحية مختار على صدره مختار يلعبها بالعرض ناحية محي الدين عنبر محي الدين عنبر ينقلها ناحية سعيد حسين في الجهة اليمنى سعيد حسين مع الكرة ويلعبها طويلة قدام يجري عليها محمد المطلق ويمسكها وبسرعة يلعبها محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد يمشي وداخل يلعبها لعثمان عثمان لمحمد محمد ناحية مصابيح تنقطع عرضية تروح لكن حصلها بايزيد يلعبها لعثمان عثمان يلعبها لفهد المصيبيح فهد المصيبيح بيحاول يمر فهد بيحاول يمر يلعبها لمحمد عبد الجواد محمد عبد الجواد داخل داخل من بعيد يصوب عبد الجواد يا سلام يا سلام قذيفة صاروخية من محمد عبد الجواد تصدم في العارضة وتطلع برا حلوة قذيفة حلوة من محمد عبد الجواد شايفين عادة لها مرة ثانية يصوب محمد عبد الجواد قذيفة تصطدم في العارضة وتطلع برا ضربة مرمى إبراهيم شاش يلعب كرة تروح لخالد المعجل هرد لك يا خالد معليش خالد المعجل حاول يستلم الكرة لكنه تزحلق على الأرض ووقع وكان ممكن لو ما تزحلق خالد يعمل منها حاجة لعب
حسين البيش، سمير عبد الشكور، سمير عبد الشكور مع الكرة، يلعبها لحسين البيشي، فهد المسابيح، يمشي فهد المسابيح، ماشي فهد المسابيح لبايزيد، بايزيد يلعبها وخاطئة، ترجع له مرة ثانية يلعبها بالراس، تروح لحسين، حسين براسه لبايزيد، لحسين، لعثمان، عثمان براسه لسمير عبد الشكور. الفريق الصومالي كلهم بيدافعوا ومنتخبنا بيهاجم طويلة، يجري عليها محمد عبد الجواد، بيحاول يحصل الكرة ما يحصلها، تطلع الكرة برا الملعب، وسعيد حسين واقع على الأرض، سلامات يا سعيد، رمية جانبية لصالح منتخبنا منتخب الصومالي، رمية جانبية، لعب محي الدين عنبر، رجع لسعيد يلعبها عبد الله عمر، خدوهات لمحي الدين، تروح لسمير عبد الشكور على صدره على الارض، عثمان ماشي، بايزيد العثمان، عرضيه المسابيح، مسابيح من بعيد يهدف، يا سلام، وتمر من جنب القائم. اخر حل للاعبي خط الوسط عندنا انهم يهدفوا من خارج منطقه الجزاء، لانه الدفاع الصومالي بيعمل تكتل على المهاجمين السعوديين، لذلك لاعبي خط الوسط الان يحاولوا انهم يلجؤوا للتهديف من خارج منطقه الجزاء، وهذه طريقه سليمه جدا عشان يقدروا يفكوا الحصار عن لاعبي خط المقدمه او يحاولوا انهم يسجلوا. ابراهيم شاش يلعب كرة، سمير يلعبها عالية، يروح ناحية منصور يحصلها منصور، لكن تنشال منه، يلعب يحصلها نوري حاج، تروح الماجد المسابيح، مسابيح لمنصور، منصور براسه ناحية خالد، ما حصلها خالد، يجري عليها سعيد حسين، حصلها سعيد ويمشي، شيلها منه فاضل مسابيح، وفي خطأ، في خطا لصالح المنتخب الصومالي، وفي لاعب صومالي واقع على الارض، ان شاء الله يكون بالسلامه، سلامات. تلعب الخطا بسرعه، ابراهيم شاش طويله، سمير عبد الشكور، لكن في رايه بتقول ان الكره طلعت برا الملعب. 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني، لا تزال النتيجة التعادل بدون أهداف بين المنتخب السعودي والمنتخب الصومالي الشقيق. عثمان مع الكرة، ماشي عثمان، يلعبها لسامي جاسم، سامي جاسم طويلة لأحمد بايزيد، يجري على أحمد بايزيد ونوري نور حاج، بايزيد وقع على الأرض ولو خطأ لصالح، لكن ايوه خطأ لصالح منتخبنا، سامي جاسم راح يلعب الخطأ، سامي يلعب كرة عالية، سمير بالراس، تروح ناحية محمد عبد الجواد، عبد الجواد يحطها، يحاول يموه بجسمه، وفي خطأ، في خطأ لصالح المنتخب، ايضا في تغيير لصالح منتخبنا، انا شايف خالد المعجل حيظهر، حيطلع خالد المعجل ويلعب بداله شايع النفيسة، حيطلع خالد المعجل، طلع خالد الان نازل بداله شايع النفيسة، في خطر لصالح منتخبنا، محمد عبد الجواد يلعب كرة لافة ويبعدها دفاع، وتروح للمسابيح لعبها براسه ناحية عثمان يلعب كرة طويلة ناحية محمد عبد الجواد، بالراس محمد عبد الجواد، ولكن في خطأ على محمد عبد الجواد، هذا خالد المعجل بعد ما شارك زملائه الشوط الأول و 21 دقيقة من الشوط الثاني لعب مكانه شايع النفيسة.
حسن همام حارس المنتخب الصومالي، مشي الكرة على الأرض. طويلة قدام. سمير عبد الشكور بالراس يلعبها. تروح في النص. لكن ترجع لسمير ورجعها وراء لمحمد المطلق. محمد المطلق بسرعة لعثمان لمحمد. فريق السعودي يحاولوا يلعبوا كرة سريعة ويحاولوا انهم يهاجموا بعمق. وانا ملاحظ الفريق الصومالي كلهم بيتكتلوا وراء وبيرجعوا في محاولة المحافظة على التعادل. عثمان. حسين البيشي. حسين. بايزيد لحسين. من بعيد حسين سدد. يا سلام، حلوة قذيفة من حسين البيشي برجله الشمال تعتلي العارضة وتطلع برا الملعب. ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي. الحكم بيروح للاعب حسن همام حارس المنتخب الصومالي يقول له ما تحاول تضيع الوقت باللف، تلف من وراء الشبك، جيب الكرة بسرعة عشان انا راح احسب الوقت الضايع. لعب ضربة المرمى. حركة ذكية لك الحاكم متابع وسريع، راح صلح الكرة بلمسة سريعة بيده لكن واضحة من فوق راسه، لازم الحكم يكون ملاحظها. سامي يلعب الكرة عرضية لحسين. حسين يلعبها طويلة، ما في أحد يحصلها. حسن همام حارس المنتخب الصومالي. طويلة. سمير بالراس تحت بايزيد. بايزيد براسه حصلها طاهر يبعدها، تروح لعثمان لعبها لشايع على صدره. شايع حاول يمر شايع برضو الكرة معاه، صلح نفسه يلعبها لبايزيد. بايزيد الشايع. شايع يعدي يقدر يدخل. ادخل ادخل. ضربة جزاء. يا سلام، مجهود جميل، كرة حلوة جميلة من عثمان، من بايزيد لشايع اللي عدى من واحد وعدى الثاني وطيحوه داخل منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم ضربة جزاء صحيحة لا غبار عليه. ضربة جزاء بلنتي لصالح المنتخب الوطني السعودي. شايفين عادة لها شايع النفيسة داخل، تعدى من واحد وداخل منطقة الجزاء برضو ماشي. شايفين راح ضربوا ضربة داخل منطقة الجزاء، وهذا خطأ من الأخطاء التسعة اللي تستوجب ضربة جزاء بلنتي. ضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي. كابتن المنتخب الصومالي بيوصي الحارس. الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي سجله اللاعب ماجد عبد الله في الدقيقة 27 من الشوط الثاني من ضربة جزاء بلنتي. لاعب الفريق الكرة للفريق الصومالي وراء نحت ابراهيم شاش قائد المنتخب الصومالي اللي بيقول للفريق هدوا اللعب، بيهدي اللعب هو. هذه عادة لضربة الجزاء. ماجد عبد الله لعبها في نفس الزاوية اللي لعبها في المرة الأولى وصدها الحارس، لأنه كان صدها تحرك الحارس قبل ما تتلعب الكرة، لذلك الحكم لابد انه يعيد الكرة. وكذا القانون صريح يقول انه الحارس اذا تحرك قبل تسديد اللاعب للكرة لابد من اعادتها، وايضا لو دخل احد مدافع الفريق الخصم داخل منطقة الجزاء برضو يعيد الضربة. تلعب الكرة، هجمة لصالح المنتخب الصومالي، لكن حسين يبددها ويبعدها برا الملعب. رمية جانبية لصالح المنتخب الصومالي الشقيق، يجري عليها سعيد حسين.
حيلعب الرمية الجانبية لصالح المنتخب الصومالي. تتلعب عند عبد الله عمر. عبد الله عمر يحاول يمر، كرة معاه يلعبها سعيد حسين. سعيد حسين يحاور برضه، كرة معاه ورجعها ورا، حاول يعدي، اصطدم في عثمان وتطلع برا الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. تتلعب بسرعة مع سعيد حسين، حاول يمر سعيد وماشي ويعكس كرة، لكن طلعها محمد عبد الجواد. ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب الصومالي. ثلاثين دقيقة، نص ساعة من الشوط الثاني مضى، وباقي 15 دقيقة على نهاية الشوط الثاني من هذه المباراة، وفي ضربة ركنية لصالح المنتخب الصومالي. محمد المطلق يتأهب، سامي جاسم وراه يغطي الزاوية، لعب الضربة الركنية، يبعدها بايزيد قدام، يجري عليها سعيد حسين يحصلها، يشيلها منه عثمان، منصور لعثمان طويلة عليه تطلع برا الملعب. رامية جانبية لصالح المنتخب الصومالي. سعيد حسين راح يلعب الرمية الجانبية لصالح المنتخب الصومالي. تتلعب عند عبد الله عمر، يلعبها طويلة، يجري عليها سمير، يبعدها ناحية شايع، شايع بالرأس لكن يشيلها منه إسماعيل، ويلعبها ناحية عبد الله عمر. عبد الله عمر بدأ الفريق الصومالي ينشط ويحاول إنه يهاجم ويلعبها سريعة، وهجمة لصالح المنتخب الصومالي، يبعدها سمير عبد الشكور، تروح لصبيح، هجمة مرتدة لصالح المنتخب السعودي، شايع النفيسة لماجد عبد الله، داخل ماجد عبد الله يحاول يمر، منصور بشير، يجري منصور يحصلها ولا ما يحصلها؟ ما يحصلها، طويلة طويلة عليه، تطلع الكرة برا الملعب، يجيبها منصور يديها زميله حسن همام حارس المنتخب الصومالي. في ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي. ابراهيم شاش قائد المنتخب الصومالي يلعب كرة ناحية اسماعيل، اسماعيل معاه الكرة وماشي مع المصابيح اللي عليه، بيلعبها ناحية طاهر، تروح لمختار، ما حصل مختار، تطلع منه برا الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي. سامي جاسم راح يلعب الرمية الجانبية. سامي يلعبها المنصور بشير، منصور بشير يموه داخل منصور ويعكس كرة حلوة لكن طويلة تطلع برا الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. و32 دقيقة من زمن الشوط الثاني، ولا تزال النتيجة 1 لصالح المنتخب السعودي، لا شيء لصالح المنتخب الصومالي. حسن همام حارس منتخب الصومال يجيب الكرة عشان يلعب ضربة المرمى. حسن يلعب كرة طويلة ناحية محمد حاج أمين، ينقلها ناحية مختار، لكن في خطأ على حسين البيشي. خطأ لصالح المنتخب الصومالي. نور حاج يسيب الكرة لإبراهيم شاش قائد المنتخب الصومالي اللي حينفذ الخطأ. يلعبها طويلة قدام محمد المطلق، يا سلام محمد المطلق من فوق رؤوس اللاعبين يطلع ويمسك الكرة وبيشاور لزملائه عشان يروحوا قدام ويلعب كرة لحسين يردها. وفي أنا شايف لاعب من الفريق الصومالي يسخن. لعب الكرة عرضية للمنتخب الصومالي، يوسف محمد ينقلها ناحية عبد الله عمر، عبد الله عمر لسعيد حسين، سعيد حسين مع الكرة حصلها منه عبد الله عمر لسعيد، سعيد طويلة قدام
يجري عليها سمير ويلعبها سمير، لكن في عملية دفع، رجل الخط رافع الراية بيقول في عملية دفع وخطأ لصالح المنتخب السعودي. سمير عبد الشكور هينفذ الخطأ خارج منطقة الجزاء. الفريق السعودي يلعبها لمحمد المطلق، محمد مطلق مشي كرة على الأرض عشان يكسب مكان عشان يقدر يلعب كرة طويلة يعديها منتصف الملعب. فعلا يلعبها محمد حاج أمين، تروح المختار مع حسين البيشي، لكن في خطأ على حسين، تلعب بسرعة لإسماعيل، لعبها طويلة سمير عبد الشكور بالرأس. وفي تغيير لصالح المنتخب الصومالي، راح يطلع عبد الله عمر ويلعب أبا نور. أبا نور هو اللي حينزل مكان عبد الله عمر، اسمه موريو أبا نور. هجمة صالح المنتخب الصومالي، بحاول بايزيد، بايزيد مع الكرة بحاول يمر ويلعبها ناحية منصور بشير، يدخل منصور بشير، داخل منصور، داخل منصور، يقدر يسدد، يسدد مرة، الله ما عليش، كرة سريعة، كرة سريعة، لو كانت الكرة أبطأ شوية كان ممكن يحصلها ماجد عبد الله، لكن الكرة كانت سريعة وكان ماجد عبد الله، شايفين عدلة منصور بشير كان لاعب الكرة قوية وسريعة، وكان ماجد عبد الله مندفع، فكانت الكرة أسرع من ماجد وما قدر يتحصل عليها، لذلك مرت من قدامه وراحت رمى هو وسط المرمى، لأنه كان مندفع بكل سرعته على الكرة. تلعب ضربة المرمى لصالح المنتخب الصومالي عند اللاعب محمد حاج أمين، طويلة قدام على الصدر، حصلها محمد حاج أمين مرة ثانية، حصلها ماجد عبد الله، يدخل ماجد عبد الله، داخل داخل ماجد، داخل ماجد، حاول يمر، حاول يمر من واحد ومر وبرضه ماشي، لكن يبعدوها منه المدافعين، ويحصلها سعيد حسين قبل ما تطلع، ويلعبها لابراهيم، ابراهيم شاش لسعيد، لابراهيم مرة ثانية لسعيد، سعيد حسين مع الكرة ويمررها ناحية محي الدين عنبر لنور حاج، نور حاج حصلها منه شايع النفيسة، شايع النفيسة يلعبها، ترجع مرة ثانية لمنصور بشير، منصور بشير مع الكرة لشايع، شايع كان غير مكانه ويجري عليها ابراهيم شاش، حصلها يلعبها ناحية سعيد حسين، سعيد حسين مع الكرة وماشي. الفريق الصومالي يحاول يلعب كرات عرضية ويحاول يمتص حماس الفريق السعودي. حسين البيشي يجري على الكرة ويبعدها ناحية شايع، ماجد حاول يدخل ماجد، لكن داخل ماجد، والكرة كانت لمست في يد ماجد، وكان ماجد رافع يده وكان ممكن يستفيد منها ماجد، لكن الحكم احتسبها خطأ طبعا على ماجد. عن أبا نور، أبا نور معاه الكرة، شيلها منه عثمان، تروح ناحية نور حاج، نور حاج ماشي يلعب كرة طويلة قدام ناحية يوسف محمد، يحاول يمر يوسف محمد بن حسين، وحسين يرجعها وراء ويحتك بمحمد المطلق ويوقع محمد مطلق على الأرض. سلامات، سلامات يا محمد. 41 دقيقة من زمن الشوط الثاني ولا تزال النتيجة 1 لصالح المنتخب السعودي، لا شيء لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. لاعب الفريق الصومالي بيطالع ساعة الحكم عشان، لأن الحكم طبعا معاه ساعة ستوب ووتش اللي هي ساعة إيقاف. سمير عبد الشكر معاه الكرة، يلعبها لعبد الجواد، محمد عبد الجواد معاه الكرة، ينقلها حلوة لسامي جاسم، عرضية سامي على صدره على الأرض، ويمشي سامي ويلعبها طويلة ناحية بايزيد، ويدخل بايزيد يحاول يشيل الكرة، يرد الكرة مع بايزيد، يموه بجسمه يلعبها لسامي، سامي يقدر يرفع، فعلا يرفع لشايع، يا سلام يا شايع بالراس، لكن تطلع الكرة برا الملعب.
ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. شفنا عادة للكرة شايع نفيسة داخل وبراسه يلعبها، لكن تعتلي المرمى وتطلع ضربة مرمى لصالح المنتخب الصومالي. إبراهيم شاش يلعب كرة نحط طاهر، عرضية ليوسف محمد اللي رجعها ناحية سعيد حسين، سعيد حسين ينقلها لكن حصلها عبد الجواد يلعبها ناحية شايع النفيسة، شايع النفيسة يحاول يمر، حاول يمر يدخل لكن حصلها إبراهيم شاش ويرجعها ورا لحارس مرمى حسن همام. حسن همام حارس المنتخب الصومالي يلعب كرة طويلة قدام سمير عبد الشكور بالراس، يروح لأحمد بايزيد، أحمد بايزيد يلعب كرة طويلة جات منصور بشير، إبراهيم شاش مركز الثقل في الدفاع الصومالي، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي. سامي جاسم راح يلعب ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي. حارس المرمى الصومالي يوجه لاعب خط الدفاع، لعب ضربة ركنية عالية ويدخل حسن همام طويل ويمسك الكرة، يشاور للزملاء عشان يروحوا قدام. المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكرة ملعوبة طويلة قدام، سمير عبد الشكور يجري على الكرة ويرجعها وراء لمحمد المطلق حارس المرمى. وعلى ساعة الملعب وعلى ساعة أنا انتهى الوقت الأصلي، وإحنا الآن بنلعب في الوقت الضايع اللي الحكم راح يحتسبه. محمد المطلق يلعب كرة طويلة قدام ناحية منصور بشير، حصلها منصور لكن يقطعها منه طاهر، يلعبها عرضية شيلها من فوق راس اللاعب تروح ناحية محمد حاج أمين، داخل محمد حاج أمين أجمل صالح المنتخب الصومالي وتزحلق محمد عبد الجواد عليها وطلعها ضربة ركنية لصالح المنتخب الصومالي الشقيق. ضربة ركنية لصالح المنتخب الصومالي تتلعب بسرعة، ماجد سمير عبد الشكور بالراس وتروح ناحية إسماعيل يهديها ويلعبها في ناحية الجناح اليمين ويرفع عالية ويدخل سمير بالراس يبعدها وترتد مرة ثانية يبعدها فريق الصومالي يشوت. يا سلام، كانت الفرصة القاتلة هذه لو حصلها اللاعب الصومالي لو حطها في المرمى راح تكون الفرصة القاتلة، لأنها في الوقت الضايع من الشوط الثاني من المباراة فرصة ثمينة تضيع على المنتخب الصومالي في عادلة. شايفين كان الحارس برا وكان ممكن لو دخلت الكرة هذه للمرمى كان تعتبر الفرصة القاتلة. شايفين اعتلت المرمى، رمية جانبية لصالح المنتخب الصومالي الشقيق وتلعب لمحمد حاج أمين يلعبها ناحية نور حاج، عرضية يجري عليها سعيد حسين ما يحصلها تطلع برا المرمى.